ده المعدلات اللي هقولها لحضراتكم دلوقتي، دي كورة النادي الأهلي اللي قدمها على مدار سيزون 2020، رغم النقص ورغم الغيابات ورغم إيقاف المسابقات لفترات طويلة جدا، لكن الأهلي قدر يحقق معدلات أكتر من رائعة. وأنا بقول لحضراتكم لو استمر الأهلي على نفس المعدلات دي بعد الإضافات والأسماء اللي أعتقد أنها كبيرة جدا ومؤثرة جدا لإضافت على سكواد النادي الأهلي، أعتقد لو الأهلي قدر يحافظ على نفس المعدلات دي أعتقد أنه قادر على حسم كل البطولات اللي هيدخل فيها ويشارك فيها في 2021. هحط بس بره ده كأس العالم للأندية، لأنه دي ليها ظروف خاصة وليها استعداد خاص، وأتمنى بس أنه يعني أنا أقصى طموحي أنه الأهلي السنة دي نقدر نوصل فاينل إن شاء الله. معدل التهديف 3.3 هدف، ودي تعتبر أعلى أو أعلى يعتبر أعلى معدل في التهديف على مستوى فرق اللي شاركت في مسابقة الدوري العام. معدل التمريرات الصحيحة، وده معدل مهم جدا، وأعتقد ده هيأكده مستر موسيماني اللي بيعتمد على أسلوب الكرة، نقل الكرة أو بنى الهجمة من ورا لقدام وتسليم الكرة من رجل لرجل. الراجل قلامة ما بيعتمد على الطوليات أو الكور الطويلة. معدل التمريرات 603 تمريرة في كل مباراة، منهم 512 تمريرة صحيحة بنسبة 85%. معدل خلق الفرص في كل مباراة، الأهلي عنده القدرة، ده متوسط طبعا، أنه يخلق 10 فرص للتهديف في كل مباراة، وده معدل مرتفع جدا جدا جدا، خصوصا لما نقول أنه إلى حد كبير على في 2020 أنت بتشارك في 3 بطولات، وبالتأكيد قابلت أكبر فرق على مستوى الدوري المحلي وأكبر فرق على مستوى البطولة الأفريقية، بما أنك أنت كنت وصلت للنهاية وكنت حامل اللقب. معدل التصويب على المرمى 14 تصويبة في كل مباراة، منها 7 تصويبات بين الثلاث خشبات، وده برضو بيعتبر أعلى معدل في على مستوى فرق الدوري المصري. وبالتالي احنا بنتكلم مش بس على المعدل التهديف او اقوى هجوم او اقوى دفاع، لكن كمان القدره على الاستحواذ، القدره على التمرير الصحيح، القدره على خلق الفرص، القدره ايضا على انك انت تعملي تصويب على المرمى. كل دي الحقيقه معدلات بتترجم او بتعكس طبيعه نوع الكوره اللي بيقدمها او بتقدمها فرقه النادي الاهلي.